بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولي الله كما بينه الله في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله. وتقدم لنا أنه ليس لأولياء الله علامات يعرفون بها، لا في الأزياء ولا في المعاملة مع الناس، وإنما هم كسائر الناس لا يعرفون، ولا يجعلون لأنفسهم دعاية أو يلبسون لباسا لا يلبسه غيرهم، أو أن يكون لهم أتباع وهالات حولهم، بل كل ما خفي الولي كان هذا أكمل في ولايته، لأن الولاية الولاية إخلاص لله عز وجل. فالذي يحب أن يظهر وأن يمدح وأن هذا عمله رياء، فلا يكون وليا لله عز وجل. فأولياء الله لا يحبون أن يظهروا ولا أن يمدحوا ولا أن تكون لهم منزلة خاصة بين الناس. وهذا كما جاء في الحديث: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، بمعنى أنه ليس له جاه وليس له ولا يعرف، ومع هذا لو أقسم على الله لأبره، لأنهم ولي لله عز وجل. وهذا يدل على إخلاصه، كما مر بكم في قصة أويس القرني الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من وفد اليمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من استطاع منكم أن يدعو له فليدعو له. فلما جاء مع وفد اليمن كان مختفيا، حتى بحث عنه عمر فعثر عليه، طلب منه أن يدعو له. ثم إن عمر قال له: ألا أكتب لك إلى أهل العراق؟ قال: لا، دعني مع عامة الناس. فخرج على وجهه ولم يعثر له على مكان ولا بعد ذلك، مختفيا. هذه واحدة. الثانية: الآن ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يخطي، بل يقع منه خطأ في الاجتهاد. إلا الأنبياء، يعني أئمة الأولياء هم الأنبياء، هؤلاء معصومون. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون. أما من عداهم من الأولياء فإنه عرضة للخطأ والصواب، فلا يقال إن الولي لا يخطئ، وكل ما قاله فإنه حق ويؤخذ كأنه نبي. لا، هذا قول الصوفية مع رؤسائهم ومع مشايخهم، يعتقدون لهم العصمة وأنهم لا يخطئون، وأن المريد مع شيخه كالميت مع غاسله، ما يمانع في شيء ولا يعترض في شيء، يستسلم استسلاما كاملا. هذه عقيدة الصوفية الضالة. فالولي يخطي ويصيب ويعترف بالخطأ والصواب، وسيأتيكم من كلام الشيخ رحمه الله ما يبين هذا. هذا رد على الذين يقولون إن الولي معصوم، ولذلك كل ما يصدر عنه فإنه لا يعترض عليه ولا يعارض، كما تقوله الصوفية في مشايخها.
أو القبورية في مشايخها، هذه مسألة مهمة جدا. نعم. وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطي. نعم. بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة. نعم، يجوز عليه، يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة فيخطي، فيخطي، يفتي بفتوى أو يقول قولا وفي الشريعة ما يخالف هذا القول أو هذه الفتوى، لأنه لم يطلع عليه وما تعمد المخالفة، لكن لم يطلع عليه. الله جل وعلا يقول فوق كل ذي علم عليم، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما. فالولي لا يدعى يعتقد في حقه العصمة غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الله عصمهم وهم يخطئون ويصيبون، ولكنهم يرجعون إلى الحق ويقبلون النصح ويشاورون العلماء، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يأتي أنه إذا عرض الأمر يستشير الصحابة المهاجرين والأنصار، وهو من خواص الأولياء. نعم. ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه. يجوز أنه يشتبه عليه بعض الأمور الدينية فيظن أنه هذا سنة وليس بسنة، هذا صحيح وليس بصحيح، لأنه بشر يخطئ ويصيب. ما هو معناه أنه إذا صار ولي أنه خرج عن البشرية، بل هو بشر يخطئ ويصيب. نعم. ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى، وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته. والولي الصادق لا يعتقد أن كل أمر خارق فهو كرامة، بل إنه يخاف أن تكون من الشيطان، فلا يغتر بما يظهر على يديه إنه كرامة، لا يجزم بهذا، قد يكون هذا تغرير من الشيطان يلبس عليه. فهذا من صفات الأولياء أنهم لا يغترون بالكرامات ويترفعون بها، وإنما يخفونها ولا يعتمدون عليها. نعم. ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى، وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته. كما سبق لكم أن الخارق للعادة إذا جرى على يد مؤمن تقي فإنه كرامة، وإذا جرى على يد فاجر شقي أنه خارق شيطاني وليس كرامة. نعم. وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته، لينقص درجته ويغره بها. فالولي لا يغتر بالكرامة، لا تغره الكرامة. نعم. ولا يعرف أنها من الشيطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى، وإن لم يخرج بخطئه، إذا أخطأ لا يخرج من ولاية الله، هو ولي لله وإن أخطأ، لأنه لم يتعمد الخطأ. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهو مأجور غير مأثوم على الخطأ، ويؤجر على الصواب مرتين. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان، أتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما استكرهوا عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالولي إذا أخطأ أو نسي معفو عن خطأه ونسيانه، لأنه ليس معصوما. نعم. فقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير،
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآيات من آخر سورة البقرة فيها صفات أولياء الله. أولا أنهم يؤمنون بالله وما أنزل الله سبحانه وتعالى، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن صفاتهم أنهم أيضا يؤمنون بما أنزل الله ولا يعتقدون أنهم يخرجون عن الشريعة، لأنهم وصلوا إلى الله وليسوا بحاجة إلى الشريعة، فهم يؤمنون بما أنزل الله عز وجل ويتبعونه ولا يعتقدون أنهم استغنوا عن الشريعة، استغنوا عما أنزل الله. الصفة الثالثة أنهم يعترفون بالخطأ والنسيان ويطلبون من الله جل وعلا أن يغفر لهم. الصفة الرابعة أنهم يقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، يسمعون لكلام الله وكلام رسوله ويتلقونهما بالقبول ويطيعون الله ورسوله. هذه صفات أولياء الله. نعم. وقد ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت. كل جملة يقول الله قد فعلت، يقول الله قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت. استجاب الله هذه الدعوات كما في الصحيحين. هذه صفة أولياء الله تؤخذ من مثل هذه الآيات الكريمات. نعم. وقد ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى، لاحظوا أنهم اعترفوا أنهم يخطئون وأنهم ينسون، اعترفوا بهذا ولم يدعوا العصمة، لم يدعوا العصمة وأنهم لا يخطئون ولا ينسون. نعم. وقد ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه. نعم. لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله، شق ذلك عليهم مشقة عظيمة، أن الله سيحاسبهم عما في ضمائرهم وعما في نفوسهم، هذا صعب، صعب جدا، وجثوا على الركب وقالوا كلفنا من العمل ما نطيق فأطعنا، لكن هذا ما نطيقه، ما جاء في هذه الآية لا نطيقه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله هذا لا نطيقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، فعند ذلك أنزل الله قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، ثم نسخ الله
هذه الآية بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتكون هذه الآية ناسخة لما قبلها. بعدما أبدوا الاستعداد للقبول والإيمان بها وإن كان فيها مشقة عليهم، الله جل وعلا عفى عنهم ونسخها، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى قوله أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت. وقال: ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. وفي قوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر المشقة، المشقة، فإن الله عاقب بني إسرائيل فحملهم المشقة عقوبة لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فلما تعنتوا الله حملهم ما لا يطيقون عقوبة لهم. فهذه الأمة لما أنهم قالوا سمعنا وأطعنا خفف الله عنهم. نعم. وقد قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فهذا فيه جناح، أن تعمده القلوب فيه جناح، لكن ما جاء خطأ أو نسيانا إن الله جل وعلا لا يؤاخذ هذه الأمة عليه، رحمة بها تخفيفا عنها، لأنهم استسلموا وآمنوا ولم يعارضوا مثل ما عارض بنو إسرائيل، قالوا سمعنا وعصينا. نعم. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. أدل على أن الحاكم يخطي وأن المجتهد يخطي، ولكنه لم يتعمد الخطأ، لذلك عفى الله عنه وأعطاه أجرا على اجتهاده، أعطاه أجرا على اجتهاده، هذا من رحمة الله وفضل الله. والمجتهد المراد به العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد، العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد، مع بلوغ رتبة الاجتهاد قد يخطي، قد يخطي، ولكن الله عفى عنه وكتب له الأجر على اجتهاده. أما من يقول من حق كل أحد أنه يجتهد، العامي والجاهل وكل أحد يجتهد، هذا ضلال والعياذ بالله. فيها الآن من يقول من حق كل مسلم أن يجتهد، ولو كان جاهلا وعاميا من حقه أنه يجتهد، يقول، وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. الاجتهاد إنما هو من حق العلماء المتأهلين للاجتهاد كالأئمة الأربعة ومن شاكلهم ممن توفر فيهم شروط الاجتهاد في استنباط الأحكام، هذا هو أعلى درجات الاجتهاد. هناك اجتهاد أقل منه في الترجيح، الترجيح بين أقوال العلماء، يعرضها على الدليل فيأخذ ما ترجح بالدليل، هذا يسمونه الاجتهاد المذهبي، وهو الاجتهاد في الترجيح.
والنوع الأول يسمى الاجتهاد المطلق. الاجتهاد المطلق هذا لا يقوى عليه إلا فحول الأئمة الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد. أما الاجتهاد الجزئي والاجتهاد الترجيحي فهذا يقوى عليه من تمرس في طلب العلم وعرف الأقوال وأدلتها، ولا يجتهد اجتهاد من عنده مبتكر وجديد، لا، يتبع أقوال العلماء فيختار منها ما ترجح بالدليل، هذا يسمى الاجتهاد المذهبي. نعم. أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وإن أخطأ فله أجر. هذا الشاهد من الحديث: وإن اجتهد فأخطأ، فدل على أن العالم المتبحر قد يخطئ، ما أحد معصوم. نعم. فلم يؤثم المجتهد المخطئ، بل جعل له أجرا على اجتهاده. والأول له أجران: أجر عن الاجتهاد وأجر عن الإصابة. نعم. بل جعل له أجرا على اجتهاده، وجعل خطأه مغفورا له. نعم. ولكن المجتهد المصيب له أجران، فهو أفضل منه. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط، لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي. هذه النتيجة من البحث السابق، من أول الفصل إلى الآن، هذه النتيجة: إذا كان الولي يخطئ أحياناً وليس معصوماً، فلا يلزمنا أن نقبل كل ما يقوله ونعتقد له العصمة، بل يجب أن نعرض أقواله على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو مقبول، وما خالفها فهو مردود، ولا ينقص هذا من قدره، لأنه مأجور كما في الحديث: إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هو مأجور، ما نتنقصه، لأنه بذل وسعه ولم يتعمد الخطأ، فلا نتنقص المخطي من أهل العلم ونتلمس لهم العثرات ونتنقصهم ونتكلم عنهم في المجالس، لا، إذا كانوا علماء. أما كما ذكرنا، إذا كان ما هو بأهل للاجتهاد فلا يجوز أن يدخل في الاجتهاد أصلا، وهو مخطئ على كل حال. الذي ليس عنده المؤهلات للاجتهاد المطلق أو الاجتهاد المذهبي، هذا مخطئ على كل حال، ولو أصاب فهو مخطئ، لأنه ليس عنده مؤهلات للاجتهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وأخطأ ولو أصاب، لأنه ما أصاب نتيجة لأهليته، وإنما أصاب مصادفة فقط، وهو مخطئ أنه يجتهد أو يقول في القرآن بغير علم. نعم. عفو الله عنك. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط، لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله، لئلا يكون نبيا. إلا أن يكون، نعم، لئلا يكون نبيا. عندك كذا؟ كذا، نعم، في النسخ: إلا أن يكون نبيا، هذا هو الصحيح. نعم. لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله إلا أن يكون نبيا. لأن النبي معصوم. نعم. بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه. إلا الناس لا يقبلون كل ما يقوله، قضية مسلمة، حتى يعرض على الدليل. هو بنفسه أيضا لا يعتمد على ما يلقى في نفسه من الأقوال أو الهواجس أو الأشياء، حتى يعرضها على كتاب الله، ولا يقول هذه كرامات وهذه مكاشفات وهذه كما يقولها أهل الضلال. يعرض ما يلهم وما يقع في روعه، يعرضه على الكتاب والسنة، ولا يقبله على طول، لأنه قد يكون من الشيطان، لأن هذا قد يكون من الشيطان. عمر وهو الملهم المحدث كما يأتي
ما كان يقبل كل ما حتى يعرضه على الكتاب والسنة. نعم. بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه. نعم. إلا أن يكون موافقا للشرع. موافقا للشرع، وذلك بعرضه على الكتاب والسنة. فإذا عرض لك خاطرة في حكم شرعي رأيت أنه واجب أو أنه مستحب أو أنه حرام أو مكروه، إذا عرض لك شيء اعرضه على الكتاب والسنة. نعم. وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق، بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله. نعم. وإن لم يعلم أموافق هو أو مخالف توقف فيه. يعرض ما عرض له وعن في نفسه من الأفكار يعرضها على الكتاب والسنة، فإن وافق فهو حق، وإن خالف فإنه يتركه. وإن لم يتبين له أنه حق أو أنه غير حق يتوقف. نعم. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف. تنبهوا، الناس في هذا الباب مع الأولياء ثلاثة أصناف. صنف يعتقد لهم العصمة وأن كل ما يقولونه فهو صواب، وهذا غلو ومبالغة ومخالف للكتاب والسنة. وصنف لا يلقي لهم بالا ولا يعتبرهم شيئا، وهذا مخالف للكتاب والسنة أيضا. وصنف توسط يقول ما وافق الكتاب والسنة من أقوال الأولياء فإنه حق، وما خالف فإنه خطأ. ما يقول باطل، يقول خطأ. فرق بين الباطل وبين الخطأ. الباطل يتعمده ويقصده، لكن الخطأ لا يتعمده فيقال أنه خطأ. نعم. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف، طرفان ووسط. نعم. فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه. هذا قول الصوفية في مشايخهم اللي يقولون أنهم أولياء وأقطاب وإلى آخره. نعم. فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله. لأنهم يقولون أن الأولياء يتلقون عن الله، ويأخذون عن الله، ولهم حاجة إلى الكتاب والسنة. هذا غلو والعياذ بالله، وهذا يكون أرفع من الأنبياء، ولذلك يعتقدون أن الأولياء أرفع من الأنبياء. نعم. ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق. هذا الطرف الثاني. نعم. ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية. وإن نعم. ومن هذا الطرف الثاني اللي يأخذ من خطأ العالم أنه خرج عن الشرع بالكلية وأنه ليس وليا لله، هذا غلو في التخطئة، بل هو ولي لله وإن أخطأ، وخطأه مغفور كما في الحديث، وكما في قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فهو لا تزول عنه الولاية بسبب أنه أخطأ خطأ عن اجتهاد، لا تزول عنه الولاية، يخطي وهو ولي. نعم. ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. أي نعم، إذا كان ما خالف فيه الشرع لم يتعمده وإنما هو اجتهد وظن أنه على صواب، فهذا مخطئ ومأجور على اجتهاده، ولا تزول عنه الولاية لله عز وجل، فإن أولياء الله يخطئون عن اجتهاد ما هو عن طريق. أما إذا خالف شرع الله متعمدا واستباح المحرمات متعمدا
فهذا يخرج عن ولاية الله عز وجل. إذا تعمد الفجور، تعمد الفسق، يزعم أنه ولي لله وأنه ما يضره هذه الأفعال، فهذا يخرج عن ولاية الله إلى ولاية الشيطان. نعم. وخيار الأمور أواسطها، وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. مع اجتهاده. أما إذا كان متعمدا فيحكم عليه بالكفر والفسق، لأن هذا ما هو باجتهاد، هذا تمرد، فلاحظوا هذا. نعم. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه الواجب وسلم. الواجب على الناس جميعا، الواجب على الناس جميعا، الأولياء وغير الأولياء، أن يتبعوا ما أنزل الله عز وجل، ما أحد يخرج عن ما أنزل الله، كلهم عباد لله، يجب عليهم اتباع ما أنزل الله، ولا أحد يدعي أنه خرج عن اتباع ما أنزل الله، صار ولي لله، ولا حرج عليه أنه يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء لأنه ولي، هذا ولي للشيطان ما هو ولي للرحمن. نعم. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء الله جل وعلا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فنفى الإيمان، أقسم على نفي الإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل اختلاف، في كل اختلاف فإنه انتفى عنه الإيمان. نعم. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين، لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول. إذا صار الخلاف بين العلماء متوازنا، لم يظهر الدليل مع أحدهم، بل كل منهم يحتمل أنه على دليل ومصيب، كل منهم يحتمل، فهنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما إذا كان الدليل ظهر مع أحد العلماء فيجب أخذ من ظهر معه الدليل، لا بد من الأمرين: أولاً أن لا يظهر الدليل مع أحد المختلفين، كل يحتمل أنه هو المصيب، فهذا لا مشاحة في الاجتهاد، ولا يفرض قول أحد على أحد، لأن كل منهم متساوي مع الآخر. أما إذا ظهر الدليل مع أحد الأقوال فيجب علينا أن نأخذ به، سواء وافق أهواءنا أو خالف أهواءنا. نعم. وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين، لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف. إذا لم يظهر الدليل، إذا لم يظهر الدليل. نعم. لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع. نعم، لأنه ما خالف الشرع، إنما خالف قول عالم إلى عالم آخر متساو معه في عدم ظهور الدليل على قوله، كل واحد منهم يحتمل أنه هو المصيب لعدم ظهور الدليل. نعم. هذه اللي يقال لا مشاحة في الاجتهاد، أو لا إنكار في مسائل الاجتهاد، المسائل التي لم يظهر الدليل مع أحدها. نعم. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. نعم، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو محدث وملهم بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وافق القرآن في أشياء، قال قولا فنزل القرآن بموافقته، بلغ إلى هذه المرتبة من
العلم والمزية. ومع هذا عمر يخطي أحيانا، وسيأتي لكم أمثلة من ما وقع له رضي الله عنه، واعترف هو بذلك، فلم يكن معصوما، لم يكن معصوما، مع أنه من سادات أولياء الله عز وجل، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه محدث وملهم. نعم، ومع هذا ليس معصوما، فكيف بغيره؟ نعم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. نعم، هذا ورد عن الرسول، لكن فيه كلام، الحديث هذا فيه كلام، ولكن الشيخ ساقه ولم يعني معتمدا عليه، بناء على من قواه، ويشهد له أحاديث أخرى في أن عمر محدث في هذه الأمة. نعم. وفي حديث آخر أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ضرب الحق على لسان عمر. نعم. إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر، ومع هذا وقعت له أخطاء، كيف بغيره؟ يدعى العصمة لغيره. نعم. وفيه: لو كان نبي بعدي لكان عمر. لو كان. نعم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. نعم. ثبت هذا عنه من رواية الشعبي. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول لأراه. قال ابن عمر: ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. وسيأتيكم أمثلة من آراء عمر التي نزل القرآن بموافقتها. نعم. وعن قيس بن طارق قال: كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. نعم، المطيعين لله عز وجل، الله جل وعلا قد يلهمهم الصواب، فيقبل منهم ما لا يقبل من غيرهم، لكن لا يدعى لهم العصمة، وإنما هم أحرى من غيرهم بالصواب. نعم. وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين، هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم. نعم. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، فأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. نعم، المخاطبات والمكاشفات والتحديث إنما يلقيه الملك، يلقيه الملك على لسان عمر أو غيره بسبب إيمانه وقوة يقينه وقوة علمه. نعم. فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. أبو بكر صديق، وعمر محدث، والصديق أفضل من المحدث، الصديق هو الذي هو كثير الصدق، كثير الصدق، فلا يصدر عنه كذب، ولا يكذب شيئا مما جاء عن الله ورسوله، ولا يقع في نفسه شيء مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما وصل إليه إلا أبو بكر، كما يأتي في قصة الحديبية، وفي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي قتال أهل الردة، مانع الزكاة، هذه مواقف لأبي بكر لم يقفها غيره، حتى الصحابة عندها حصل عندهم شيء من التردد، إلا أبو بكر رضي الله عنه، فإنه ثبت ثبات الجبال، وكانت العاقبة حميدة، فعرفوا أن أبا بكر على الصواب رضي الله عنه، فهو أفضل من عمر. نعم. وقد ثبت في الصحيحين تعيين عمر بأنه محدث،
بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه. نعم، ليس هذا قاصرا على عمر، بل يوجد في بعض المؤمنين شيء من هذا، لكن عمر أفضل من جميع من وقع لهم شيء من هذه الأمور، ومع هذا وقعت له أخطاء. هذا غرض الشيخ رحمه الله، إن الولي مهما بلغ فإنه ليس معصوما. نعم، ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا عمر مع ما أعطاه الله من المنزلة في العلم وانكشاف الأمور له، ما كان يعتمد على ما يعرض له من التحديث أو من المكاشفة، ما كان يعتمد على هذا، بل كان يعرض هذا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرضه على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر، كما نزل القرآن بموافقته غير مرة. نزل القرآن بموافقة عمر في أمور، في أمور ثلاثة. الأمر الأول في أسرى بدر، لما أسر المسلمون صناديد من المشركين 70 أسيرا، استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يفعل بهم، فبعضهم رأى أنه يأخذ الفداء ويطلقهم، ومن هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه. أما عمر فقال لا بد من ضرب أعناقهم، لا بد من ضرب أعناقهم، هذه أول غزوة للمسلمين، فلا بد من ضرب أعناقهم حتى يرتدع غيرهم. فأنزل الله قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فجاء القرآن بموافقة عمر في أن الصواب أن يقتلوا ولا تؤخذ منهم الفدية، هذه واحدة. الثانية أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الثالثة مسألة الحجاب، أشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب أزواجه، وقال: الناس يدخلون عليك ويجيك ناس، فلا بد أن نسائك يحتجبن عن الرجال. فأنزل الله آية الحجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فوافق عمر ربه في هذه الأمور الثلاثة. نعم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر، كما نزل القرآن بموافقته غير مرة. نعم، في أسرى بدر وفي مقام إبراهيم وفي الحجاب. نعم، وتارة يعني كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام النساء تكشف وجوهها، هذا في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك وأمر النساء بالحجاب. نعم، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحديبية. يوم الحديبية هذا مما أخطأ فيه عمر رضي الله عنه، مع ما له من المنزلة أخطأ في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا هو وأصحابه معهم الهدي سنة 6 من الهجرة، صدهم المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام، صدوهم عن المسجد الحرام وبقوا في الحديبية أياما، والمشركون يرسلون إليه الرسل للمفاوضة معه، فتفاوضوا واصطلحوا على أن الرسول يرجع هذه السنة هو وأصحابه، يرجعون إلى المدينة وأن يعتمروا من العام القادم عمرة القضية.
شق ذلك على عمر رضي الله عنه وقال كيف نرجع؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلى. قال ألست أخبرتنا أننا سندخل المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ قال بلى، ولكن هل قلت لك أنه هذه السنة؟ لا بد أن تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ثم ذهب ذهب عمر إلى أبي بكر، شاف الرسول مصمما على ما هو عليه، ذهب إلى أبي بكر وقال له الأمر ما هو سهل علينا. فقال أبو بكر إنه رسول الله، إنه رسول الله فاستمسك بغرزه. هذا موقف أبي بكر رضي الله عنه الذي امتاز به على عمر، قال إنه رسول الله. والرسول ما لنا مراجعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك سلم عمر رضي الله عنه. كانت النتيجة للمسلمين، كانت النتيجة للمسلمين، وسماها الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا صلح الحديبية. أما فتح مكة فهو مذكور في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، هذا فتح مكة. لكن إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذا صلح الحديبية، صار فتحا للمسلمين، أظهر الله الإسلام وأذل الكفر، وصار الناس في حرية، اللي يريدون أن يسلموا يسلمون ولا أحد يعارضهم، واللي يريدون الهجرة يهاجرون ولا أحد يعارضهم. ووضعت الحرب أوزارها، فصارت المصلحة والنتيجة للمسلمين. فأدرك عمر رضي الله عنه أنه أخطأ، ولهذا قال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل. أبو جندل بن سهيل بن عمرو كان مسلما صحابيا وهو في قبضة المشركين، وقد فاوض الرسول صلى الله عليه وسلم على أن من جاءه من المسلمين يرده على المشركين، فرد أبا جندل وقال سيجعل الله له فرجا ومخرجا. شق ذلك على عمر رضي الله عنه، شق ذلك على عمر، لأنه لم يدرك العاقبة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل، رأيتني يوم أبي جندل على أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجتهد ولا آلو. أدرك خطأه رضي الله عنه لما ظهرت النتائج العظيمة للمسلمين. هذه واحدة. نعم. وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحديبية، رجع عن رأيه يوم الحديبية واستسلم وعرف النتيجة. نعم. كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى محاربة المشركين. والحديث معروف في البخاري وغيره. هو يرى محاربة المشركين ولا يرى الرجوع، والرسول صلى الله عليه وسلم يرى الرجوع والصلح. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنة ست من الهجرة هذه قصة الحديبية. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر سنة ست من الهجرة ومعه المسلمون نحو 1400، وهم الذين بايعوه تحت الشجرة، وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القابل، وشرط لهم شروطا فيها نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر، فشق ذلك على كثير من المسلمين، وكان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة. وكان عمر رضي الله عنه في من كره ذلك، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى،
قال: أفليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى من أعطي الدنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، وهو ناصري ولست أعصيه. ثم قال: أفلم تكن تحدثنا أن أنا قال يعني عمر قال عمر نعم ثم قال عمر: أفلم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال: أقلت لك إنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به. نعم، وهذا كما في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك يعني قبل ذلك فتحا قريبا وهو صلح الحديبية. نعم. قال: فذهب عمر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فقال له مثل ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليه أبو بكر رضي الله عنه مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أبو بكر يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، أبو بكر ما سمع كلام الرسول لعمر، ومع هذا قال عين الصواب، قال هو رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافق جواب الرسول وهو ما سمعه. نعم. ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه أكمل موافقة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم من عمر. نعم. وعمر رضي الله عنه رجع عن ذلك وقال: فعملت لذلك أعمالا، يعني اعترف بخطئه وعمل أعمالا تمسح أو تكفر هذا الشيء. نعم. وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموقف الثاني. الموقف الثاني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر بالسنح ناحية من المدينة فيها نخل له، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم هاج الناس واضطربوا، وفيهم عمر يتوعدهم يقول الرسول ما مات وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وسيأتي وسيقتل أناسا ويقطع أيديهم وأرجلهم. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فكشف الغطاء عن وجهه وعلم أنه قد مات، قبله وبكى، ثم خرج إلى الناس وعمر يهددهم ويخطب، قال: على رسلك يا عمر. فنزل عمر من المنبر، صعد أبو بكر فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعند ذلك علم عمر أن الرسول قد مات، فأسقط بين يديه وجلس لا يستطيع القيام، جثى على الأرض لا يستطيع القيام لما تحقق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. هذا موقف أبي بكر، وهو موقف الإيمان الذي لا يتساوى. فعمر في هذا حصل منه تردد، وأبو بكر ما حصل منه أي تردد، بل ثبت ثبات الجبال على مصيبة ما نزل بالعالم مثلها. هذه قوة الإيمان، شجاعة أبي بكر رضي الله عنه. نعم، هذا ما يدل على أن أبا بكر أفضل الأمة. نعم. الموقف الثالث الردة، لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وارتد كثير من العرب ومنعوا الزكاة، صمم رضي الله عنه على قتالهم، فقال له أبو عمر والصحابة: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. والرسول قال: إلا بحقها، وإن الزكاة من حق لا إله إلا الله، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فلما رأوا تصميم أبي بكر عرفوا أنه على الحق، فوافقوه وقاتلوا المرتدين، وكانت النتيجة أن الله خذل المرتدين وثبت الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مواقف أبي بكر رضي الله عنه التي لم يقفها غيره، وهي مواقف في الشدة أشد ما يكون من الكرب، ومع هذا وقف وثبت ثبات الجبال رضي الله عنه. نعم، حينما تضعضع غيره. نعم. وكذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر رضي الله عنه موته أولا، فلما قال أبو بكر رضي الله عنه إنه مات رجع عمر عن ذلك. نعم، فعمر ولي من سادة الأولياء، ومع هذا أخطأ في هذا، دل على أن الولي يخطئ وليس معصوم. نعم. وكذلك في قتال مانع الزكاة قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ثم انتبهوا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. نعم. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألم يقل إلا بحقها؟ فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. نعم، ولهذا قالوا إن ما أحد يخطي ويستدل بدليل من القرآن أو السنة إلا وفي ذلك الدليل ما يرد عليه، فأبو بكر رد عليهم بكلمة من هذا الدليل الذي معهم، وهو قوله: إلا بحقها. نعم. قال: ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه، مع أن عمر رضي الله عنه محدث، فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث. نعم، فأبو بكر صديق وعمر محدث، والصديق أفضل من المحدث. يتضح هذا من مواقف أبي بكر رضي الله عنه في هذه الشدائد العظيمة التي تتهاوى لها الجبال الرواسي. نعم. لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله، والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء وقلبه ليس بمعصوم. نعم، هذا الفرق بين الصديق، لأن الصديق لا يأتي بشيء من عنده أبداً، وإنما يتلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، أما المحدث فقد يأخذ شيئاً مما يحدث به في نفسه، وهذا قد لا يكون صواباً، قد يكون خطأً. نعم. وقلبه ليس بمعصوم. ليس بمعصوم، قد يخطئ الإنسان إذا اعتمد على غير الكتاب والسنة، قد يخطي. نعم. وقلبه ليس بمعصوم، فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنهم ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور. مع ما أعطاه الله من الإلهام والإدراك ما كان يعتمد على رأيه، وإنما يشاور الصحابة فيما يعرض من الأمور، ويجمعهم، يجمع المهاجرين والأنصار ويعرض عليهم المشكلة ويأخذ آراءهم في هذا. ما قال: أنا الخليفة وأنا محدث وملهم وشهد لي النبي صلى الله عليه وسلم
وأنا وافقت القرآن في أشياء، ما اغتر بهذه الأمور، لم يغتر بهذه الأمور، بل كان يراجع. نعم. وكانوا ينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ويقررهم على منازعته، ولا يقول لهم أنا محدث ملهم مخاطب، فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني. ما يقول هذا، إنما يشاورهم ويستعرض آراءهم وتعرض على الكتاب والسنة، فيأخذ ما وافق الكتاب والسنة سواء كان رأيه أو رأي غيره. نعم. فأي أحد ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب، يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه، ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة، فهو وهم مخطئون. هذه النتيجة. نعم. أي ولي لله يرى أنه ما يراجع ولا أحد يعترض عليه، هذا مخطئ. الولي لله هو الذي يتهم نفسه ويتهم رأيه ويرجع إلى الكتاب والسنة، يسلم لله ولرسوله ولا يأخذ برأيه، هذا هو ولي الله عز وجل، وهذا هو عمر رضي الله عنه. نعم. فهو وهم مخطئون، ومثل هذا من أضل الناس. فعمر بن الخطاب اللي يعتقد أن الولي معصوم وأنه يؤخذ عنه ولا يراجع الكتاب والسنة، هذا من أضل الناس والعياذ بالله. نعم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل منه، وهو أمير المؤمنين، وكان المسلمون ينازعونه فيما يقوله وهو على الكتاب والسنة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، لأن الأنبياء معصومون لا يتطرق الشك إليهم أو الخطأ، وإنما غيرهم عرضة للخطأ ولو كان أفضل الناس بعد الأنبياء كأبي بكر وعمر. نعم. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله. لا ينقص ذلك من ولايته لله، وإن كان أخطأ فإنه لم يخطئ عن قصد، وإنما أخطأ عن اجتهاد، يبحث عن الحق لكنه لم يصل إليه، فهو معذور ومأجور، فلا ينقص ذلك من قدره أو يخرج بذلك عن ولاية الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله، له أجر على اجتهاده، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الله جل وعلا قال فاتقوا الله حق تقاته، وحق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا صعب، هذا صعب أن الإنسان يبي يبلغ هذه المرتبة، لكن فسرتها الآية الأخرى وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فمن اتقى الله حسب استطاعته فقد اتقى الله حق تقاته، هذه الآية مفسرة. نعم. قال ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم
حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. من يبلغ هذه المرتبة؟ نعم، أي بحسب استطاعتكم، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذا كثير في القرآن، أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يؤاخذها على ما لا تطيقه، لأنه لم يكلفها بذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا مبحث جليل، هذا المبحث مبحث جليل ينبغي العناية به. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وسلمك الله. هل هناك ضابط للخطأ الذي يعفو الله عنه، أم أن العفو مطلق في كل خطأ؟ الخطأ هو الذي عن غير قصد، أما ما كان عن قصد هذا ليس خطأ، هذا تعمدا. نعم، أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد رأيت بعض طلبة العلم يوالي ويعادي لشيخه ويقول هذا معصوم من الخطأ، فهل هذا صحيح؟ سمعتم الكلام في هذا، أن ما أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد عرضة للخطأ، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة عرضة للخطأ. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعت بعضهم يقول بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم بأنه في حق القضاة والحكام ولا مدخل فيه للعلماء، فهل هذا القول صحيح؟ الحاكم هو العالم الذي يحكم على الأشياء بالحل والحرمة، هذا معنى الحاكم، الذي يحكم على الأشياء بأنها حلال أو حرام أو خطأ أو صواب، هذا هو الحاكم، يعني المجتهد. إذا اجتهد الحاكم يعني المراد به الذي يحكم على الأشياء بحل أو حرمة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يوجد مجتهد مطلق في عصرنا الحاضر؟ أنا لا أعلم الغيب ولا أدري ولا أعرف أحد، أنا ما أعرف أحد ولا أنفي، فأنا لا أثبت ولا أنفي، الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل آخر يقول: هل بلغ رتبة المجتهد المطلق أحد في الأمة بعد الأئمة الأربعة؟ وهل يعد شيخ الإسلام ابن تيمية مجتهدا مطلقا؟ ما نحصر الاجتهاد في الأئمة الأربعة، الاجتهاد المطلق ما نحصره في الأئمة الأربعة، لكن نقول منهم الأئمة الأربعة. أما شيخ الإسلام وابن القيم فهؤلاء ليسوا مجتهدين اجتهادا مطلقا، وإنما هم اجتهاد المذهبي، هم حنابلة، هم حنابلة، شيخ الإسلام حنبلي، ابن القيم حنبلي، فهم علماء مذهب يرجحون ما ترجح بالدليل. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز تقليد مذهب من المذاهب الأربعة؟ نعم يجوز، لكن بدون تعصب، يجوز بدون تعصب، نأخذ منها ما قام عليه الدليل ونترك ما خالف الدليل. نعم، وعند أئمة هذه البلاد وعلماء هذه البلاد أنهم يأخذون ما قام عليه، هم حنابلة لكن إذا صار الدليل مع حنفي ولا مع مالكي ولا شافعي أخذوا به وتركوا المرجوح ولو كان في مذهبهم مذهب أحمد. فنحن لا نتعصب، والحنفي لا يتعصب، والشافعي والمالكي لا يتعصبون. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل من شرط الولاية لله أن يكون العبد عالما فقيها، أم أن الولاية تكون أيضا لأي شخص ولو كان عاميا؟ نعم، الولاية لمن اتقى، للمؤمن التقي ولو كان عاميا، ولكن ولاية العالم الصالح التقي أكمل من ولاية العامي، والأولياء يتفاضلون الأولياء ليسوا على حد